السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يخفى عليك هو المذاق اللذيذ الذي تمتاز به جل أنواع الخبز، ولكن ما قد يحد من استهلاك معظمها هو تأثيرها السلبي على سكر الدم. لذلك في هذا الفيديو سنعرض عليك النوع الأقل تأثيرا على جليكوز الدم المتمثل في خبز الحبوب المبرعمة أو المنبتة، إذ علاوة على عناصره الغذائية المفيدة للجسم، فهو يمتاز بانخفاض واعتدال كل من مؤشره وحمله الجليسيميان على التوالي. ولكن ليس هذا كل شيء، ففي دراسة نشرت بمجلة التغذية والتمثيل الغذائي، فإن المشاركين المعانين من زيادة الوزن أو السمنة الذين تناولوا الخبز المبرعم شهدوا انخفاض استجابة نسبة السكر في الدم. ومن هنا فإن كنت تعاني من الداء الأيضي فبإمكانك تناول خبز الحبوب المنبتة وفق الطريقة التي سنكشف عنها في الحلقة التالية. وختاما لحلقتنا نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومة حول خبز الحبوب المبرعمة، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.